ولأن البديع سبحانه وتعالى لم يخلق إنسانا بلا إبداع، فذهبت النفس البشرية للبحث عن السعادة والجمال في تفاصيل الكون، فكانت الفنون التي هي أحد أهم وأبسط طرق التواصل الإنساني. الفترة اللي فاتت شهدت تنوع وانفتاح فني في مختلف أنواع الفنون، واللي كانت نتاج وجود منصات جديدة عبرت بالفن الحدود الواقعية. ضيفتنا الإسبانية إتسيارة تونيو واحدة من الفنانات اللي عبرت بفنها خارج حدود بلدها. رحبوا معنا بضيفتنا إتسيارة تونيو. السلام عليكم. Buenos días. Shukran. صباح الخير. شكرا جزيلا. أشكركم جميعا. أشكر الجميع من الرجال والنساء. بالنسبة لي إنه من دواعي شرفي أن أكون معكم اليوم وأشارككم الحضور في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد كثيرة. بالنسبة إلي بالمناسبة هذه المرة الثانية التي أزور فيها مصر. في المرة الأولى أتيت إلى مصر في عام 1998، جئت لزيارة الأماكن الأثرية في هذا البلد. ذهبت إلى زيارة في القاهرة معابد الكرنك والأقصر، معابد أبو سمبل. هذه الأرض أرض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخي. أنا بالمناسبة ممثلة من إقليم الباسك، عرفت بدوري في مسلسل بيت من ورق، وأعتقد أن الكثيرين قد عرفوني عن طريق هذا الدور. أنا اليوم أتيت لأتحدث إليكم، إلى كل الشباب، كيف يمكن لنا أن نجعل من الثقافة للثقافة دورا، خاصة بعدما حدث من اجتياح العالم بهذه الجائحة التي أتت علينا جميعا والتي ألزمتنا منازلنا. لذلك فإن للثقافة دورا كبيرا يمكن عن خلالها أن تلتئم جروحنا، ويمكن أيضا أن نتغلب بمعنويات قوية عن طريق الثقافة، عن طريق الفن. أنا رأيت خلال فترة العزلة التي فرضت علينا الكثير من المسلسلات، الكثير من الأفلام والإنتاج الفني لممثلين ومبدعين من دول مختلفة عن طريق المنصات الرقمية. كل هذا جعل أواصر التواصل تمتد بيننا خلال هذه الفترة التي فرضت فيها العزلة علينا، وأن نعرف الآخر وأن نعرف المختلفين عنا. ولهذا السبب أنا هنا معكم لأتحدث معكم عن هذه التجربة التي خطأ. أود أن أقول للشباب الموجودين هنا أنهم هم المستقبل، مستقبل هذا الكوكب. أنتم من تمثلون مستقبلنا، أنتم في أيديكم نضع عالمنا، في أيديكم أمانة. أتمنى لكم أن تقوموا بالتدريب، أن تقوموا بإتقان ما تقومون بعمله لي. هذا ما سيجعلكم سعداء. بالمناسبة إذا ما أتقننا ما نقوم بعمله هو سبب السعادة بالنسبة إلينا. إن التعليم الذي يعتبر بالنسبة إلينا البوابة للمرور إلى سوق العمل، مهم جدا أن نعمل. كل هؤلاء الشباب الموجودون هنا بالنسبة لكم فإن الطريق إلى المستقبل يمر عبر هذا. مرة أخرى أكرر أنني سعيدة جدا وجودي معكم، أتحدث معكم بصوتي، لكن أنا أيضا أرسل لكم تحيات من زملاء الذين عملوا معي في مسلسل بيت من ورق. كل هؤلاء الذين عملوا خلال تلك الفترة، وقد حظى المسلسل بنجاح كبير بفضلكم وبفضل تتبعكم لعملنا ولإبداعنا. كلمة واحدة، شكرا جزيلا، أشكركم جميعا، أشكركم على الاستقبال. شكرا.